تقيل بيشيلها بعد صلاة صلوات وبيشيلها بعد صلاة صلوات. بعد ذلك بس وقت التنزيل يعني العصر بعد الظهر شو يكون تنزيلها على كل مثلا اليوم الثاني يوم الظهر وربع من كذا جرب هاي الثالث والله حريم حريم وإذا جبنا صلاة مثلا هو الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة لك إذا كله كله سنة لك إذا كله فإن رأيتم من الناس فإن يقول أهل شو الجامعة والحريات والمظلمة ذلك تقول صلاة مثلا أنا أقول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفرنا العشير والسنة لك الأنزمة كله فإن رأيتم منه من شيئا قلتم ما رأي من الكلام فقال يا معين أن شو أنا قبل عفطر وحجر شاف بلاحين